الشارع والوقت والتوقيت كله ومجموعة المخالفات اللي عليه. هذا الحين خالفتوه عرقلة سير واستخدام تليفون ومو مو رابط حزامنا معه. ممكن تبين يحط لك سعود على الرصيف هم بعد مخالف. سعود على الرصيف والله. شفتي يرصدونها. هذا خليجي صاعد وماشي ونازل. هذا هو. واقف فوق الرصيف. طامر الرصيف. ويبين شوف لوحته بالضبط. يزومون حتى الكاميرا. وكل واحدة من الكاميرات هذه طبعا موجود في نفس المكان اللي فيه الكاميرا لوحة تبين ان ترى المكان مراقب بكاميرات المرورية. الحين قاعد يستخدم تليفونه صح؟ نعم صحيح، هذا قاعد يستخدم تليفونه، مو لابس حزام الامان وعرقلة حركة السير جاي من اقصى اليمين لاقصى اليسار. شوف وقف السيارة موجودة. هذا بعد واضح نفسه يستخدم تليفون. هذا الحين هذا مخطر الدائري صح؟ نعم صحيح، هذا طالع مهني مشاتل. هذا يتم رصده ومخالفته طبعا. نعم صحيح، الحين يتم رصده لغايه ما تاخذ الكاميرا ويتم مخالفته. واضح هني واضح. هذا مثلا باقي قاعد يستعرض، يرسلون له على طول دوريه تابعه. شوف 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 هني حتى المشاجرات يتم رصدها بالكامل. نعم صحيح. وتحويلها حتى للتحقيقات. لان هذا يعطل لي الحركه ايضا. صح يعني هذا وضع الخط السريع الرابع مع دمشق، تم رصده يتهاوشون بسبب حادث. واللوحات مبينه وكل شيء مبين، كل شيء واضح ومرصود وبالدليل، حتى يستندون الى التحقيقات في عمليه المشاجره انه نعطيهم. شوف سبب الازدحام كامل. اي نعم صحيح. هذا بسيط، اي حادث الان يصير على التقاطعات واحد